معنا فلير جون تي في او زين. اوه غدروني يا هايل غدروني. تخيلي عالج صاحبه ومات هو وصاحبه ضل عايش. يا الله شهد التضحيه هذه. ايه وفاء سلك انه صاحبه حيلحقه يعني. وهو ماتوا كلهم. في ناس حتقول حتتعجب انه معقول انت مهندس وبتشتغل يوتيوب. من أكثر الأمور يلي بيستصعبها صناع المحتوى على يوتيوب هو التميز من ضمن آلاف صناع المحتوى التانيين. في منهم تميزوا لأنهم بلشوا مسيرتهم عبكير، وفي صناع محتوى اخترقوا كل قواعد صناعة المحتوى، وفي صناع محتوى تميزوا لأنهم أدائهم عدى المستوى الطبيعي لاحتراف اللعبة. ومن هالناس عنا صانع محتوى يوتيوب وراء جيش متابعين بيتكون من أكثر من 1,500,000 معجب بأسلوبه الخيالي بلعبة ببجي، وكرموا يوتيوب بالدرع الذهبي. معنا فلير جون تي في أو زين. أهلا وسهلا زين ببرنامج جيمز. أهلا فيكي هايا، اتشرفت فيكي. قبل كل شيء فيك تخبرنا ليه اخترت اسم فلير جون تي في؟ أنا حبيت اختار اسم مميز بقلب اللعبة والعالم تتذكره دايماً، وفلير جان هو سلاح دروب بقلب اللعبة بيعطيك أقوى أنواع أسلحة جوا الجيم، فالعالم بتدور عليه ولما تلاقيه بينبسطوا كتير. فأنا قلت خليني أربط هيدي الفرحة لما هني لقوا الفلير جان إنه هني يتذكروني كمان أو يعرفوا اسمي وينتشر اسمي بشكل أسرع، فعشان هيك اخترت هيدا الاسم. كتير حلو. طب خبرنا شوي عن رحلتك مع الجيمز وكيف بلش حبك للجيمينج من انت وصغير. من انا وصغير ما خلت جيم الا ولعبتها. ريد اليرت، كونتر سترايك، العاب كتير لعبوها يعني الاطفال بعمري ولحتى كبرنا او الجيل القديم، ولحتى التقيت بهاللعبة اللي هي ببجي موبايل. كنت عم بدرس بالجامعة وقعد بحب هاللعبة وادمنتها صراحة، وأنا بنصح الإدمان طبعاً على الألعاب، لكن أدمنتك تلعب 24 ساعة لحتى خلص صارت يعني هي احترافنا وصارت هي جزء من حياتنا وعملنا. وبأي سنة بلشت تعمل فيديوهات على يوتيوب؟ أنا من 3 سنين بدأت على اليوتيوب. بالأول بدأت إنستغرام، العالم طلبوا مني إني أشرح لهم كيف يلعبوا هاللعبة، فلقيت إنه فكرة حلوة وصرت نزل على اليوتيوب بشكل سريع جداً. المشاهدات عندي صارت تكتر والمتابعين عندي يعني يوصلوا مئات الالاف بسرعه يعني خياليه، حبوا لانه المحتوى تبعي. طب فيك تخبرنا شوي عن اذا في حدا شجعك على صناعه المحتوى ومين شجعك اكثر شيء على انك تبلش على يوتيوب؟ والله صراحه يعني انا هذا الشيء بداته هيك من راسي، لكن لما شافوا اهلي انه انا عم بنجح بهذا الموضوع شجعوني وقفوا جنبي طبعا وعطوني البيئه المناسبه لحتى اصنع المحتوى. وهذا اهم شيء اكيد ان الواحد يحس انه في سبورت حواليه. طب فيك تخبرنا اذا انت صانع محتوى فول تايم ولا عندك مهنه ثانيه؟ انا مهندس بالبدايه. أوكي. كنت فول تايم صناعه محتوى، لكن هذه الفتره خلص لانه واحد صار لي 3-4 سنين عم بصنع محتوى صار عبالي كمان اشتغل بالهندسه يعني كمان المستقبل كمان. فانا هلا يعني فيك تقولي معظم الوقت صناعه محتوى وبارت تايم هندسه. واكيد في ناس عم بتقول حتتعجب انه معقول انت مهندس وبتشتغل يوتيوب، لانه نحن اللي عندنا ارقام عاليه فوق 1.5 مليون متابع وعندنا طبعا على اكثر من بلاتفورم، بيجينا عقود الحمد لله ممكن تخلينا تغنينا عن اي شغل ثاني. حلو. يعني انت بتعتقد انه الواحد في يعتمد على يوتيوب كليا لتحقيق الربح صح؟ مش بس ممكن يعتمد على كليا على يوتيوب لتحقيق الربح، ممكن كمان تكون يعني ياخذ يتقاضى يعني اجر اكثر من 10 و20 دكتور واكثر من 10 و20 مهندس. بس برضه مش معناتها عم بقول لشخص اترك شغل اترك عملك، وايش معناتها انك انت اترك يعني دراستك. لا الدراسه برضه مهمه جدا، يعني رغم انه انا كان عندي عقود بتخليني اني انا استغني عن اي شغل ثاني، لا كملت دراستي بالهندسه وتخرجت واشتغلت بالهندسه. اوكي، انت هلا محقق اكثر من 1,500,000 سبسكرايبر على يوتيوب، كيف وصلت لهيدا الرقم الخيالي؟ هو شخصيا انا كان حاط عندي هدف اني اوصل للمليون، بس ما كنت متوقع اني اوصل بسرعه عاليه، يعني كثير يوتيوبريه قبلي اخذوا عم تحكي انت 10 سنين لحتى يوصلوا للمليون متابع، انا خلال سنه وحده كنت واصل المليون. المتابعين حبوا طريقه شروحاتي
خصوصا الحاجة الماسية للناس لتفهم لعبة ببجي موبايل، خصوصا وقت أيام الحظر العالم كله حبت تتعلم هذه اللعبة لأنه هني قاعدين ببيوتهم وعم بيلعبوا ببجي. فما لقوا غير فلارجان واللي هو أنا أشرح بالطريقة المضبوطة، خصوصا أني أنا كنت لاعب محترف ولعب بطولات، فأنا فهمان اللعبة صح، ما عم بيجي عم بعطيهم شروحات غلط، عم بعطيهم شيء يفيدهم عن جد، فصاروا ينشروا هذا الشيء لرفقاتهم، فأنا كنت عم بزيد متابعين بشكل هائل، والحمد لله لحد الآن عم بزيد متابعين، والفيديوهات القديمة اللي عندي بعضهم عم يحضروها العالم وعم بيطلبوا مني بعد نيو فيديوز. ذكرت أنت هلأ إنك لاعب بطولات، فيك تخبرنا شوي عن الموضوع؟ أنا أول ما بلشت لعب ببجي موبايل حبيت فوت على المحتوى البطولات، حبيت فوت بهيدا المجال لأنه بقلبه حماس كتير كبير، وطبعاً بقلبه منفعة مادية لأي لاعب بطولات. ففتت بلشت لعب بطولات وبلشت أربح بطولات، فهذا أعطاني خبرة عالية بقلب اللعبة، خصوصاً إنه حتى بالبطولات في عندكم مدربين، في عندكم محللين، يعني شو مدرب بدربك، مثل ما أنت عم تحكي أنت بالفوتبول في مثلاً ميسي عنده مدرب بدربه، قد ما كان ميسي لعيب في حدا عم بدربه، يعني في حدا بيحط يرسم الخطة والتكتيك، برضو أنا قديش كنت محترف كان في شخص يرسم لي خطة وتكتيك، فهذا بيعطيك منتاليتي، نيو منتاليتي، يعني طريقة تفكير جديدة. أنت عم تلعب ببجي ما في أي لاعب عادي ممكن يفهمها، فأنا صرت فهمها للمتابعين لهي المنتاليتي. طيب فيك تخبرنا شو هي بعض الأمور يلي أنت دايماً بتعملها لتتأكد أنك متابع آخر تطورات وتحديثات لعبة ببجي؟ أنا دايماً بحضر البطولات العالمية، لأنه اللاعبين البطولات العالمية واللي هني أنا كنت قبل ألعب بطولات عالمية وقفت، بس اللاعبين اللي هلأ عم يلعبوا هني أكيد أشخاص عندهم مدربين وعندهم تكتيك جديد كل فترة، فأنا بحب فوت أشوفهم شو عم بيعملوا كيف عم يلعبوا وأتعلم منهم طريقة اللعب اللي هي بتكون احترافية والتكتيك الجديد اللي عم بيجيبوه على الساحة، فهذا دايماً بخليني أنا up to date مع يعني ببجي موبايل واحترافها. حلو، وانت دايما بمعظم فيديوهاتك بتشجع المشاهدين على التعليق، واكيد بيوصل لك تعليقات ايجابية وتعليقات سلبية، انت دايما بتقول انه علقوا ولو كان انتقاد، كيف انت بتتعامل مع التعليقات السلبية؟ دايما التعليقات السلبية ممكن تكون محفز لشخص انه هو يغير من نفسه، بس إذا كانت بلا ما تكون مسبات، لأنه في تعليقات سلبية ممكن تكون مسبات هو أكيد حيكله حاضر، أما التعليقات السلبية اللي هي بتكون انتقاد بناء نحن فيناش نعتبرها سلبي، فينا نحن نعتبرها إيجابي، يعني مثلا بينتقدك أنت لرجن أنت بهيدا الفايض عملت شيء غلط، أنت عم بتنزل مقطع بطريقة غلط، فأنا هون أوكي بيني وبين حالي بغير وبتعلم للمرة الجاي، بس بالنسبة للتعليقات السلبية اللي هي جاي حتى بس تهدم يا إني بطنش يا إني بعطي بلوك. ومن التعليقات الإيجابية شو هي أكثر كومنت بتحبها؟ في ناس كتير بيبعتوا لي رسائل الحب، بيبعتوا لي هيك يعني كلام نحن بنحبك، نحن بنقدرك، نحن أنت شخص صرت بحياتنا، يعني في أشخاص كتير، أنا مثلا أنا عايش وحدي، فلما بديش آكل ما فيني آكل إلا حتى أحط مسلسل قدامي أنا بحبه كتير عم بحضره، خلص يعني بس آكل ما بقدر آكل بلا ما أحضر، ففي ناس كتير ما فيني آكلوا إلا حتى يفتحوا اللايف ستريم تبعي، فنحن اليوم حلو. مثلا مجهزين الاكل يلا اطلع لايف يلا بدنا نشوفك، فانا صرت احس حالي جزء من حياه المتابعين كمان مثل ما اني صاروا جزء بحياتي. طب خبرنا شوي، هلا لعبه ببجي كثير لعبه انفعاليه وممكن تطلع منك ردات فعل مثل التعصيب او الاحباط، ويعني ردات فعل شوي سلبيه، انت كيف تتعامل مع هيدي المشاعر اثناء جلسات اللعب؟ انا معروف اني شخص هادي لما العب ببجي موبايل وكتير هادي باللعب بس أنا كتير مرات بعمل ردات فعل حتى الجمهور يستمتع بردات الفعل هاي اللي هي العصبية بتكون، بس طبعاً بتكون ردات فعل مفتعلة مرات معظم الأوقات، فمش إن هيك أنا ننبسط، بس طبعاً ببخداش لشيء إنه لا يكون عن جد، لأنه هي كلها بالنهاية لعبة، ما فيش داعي نحن نعصب ونأذي حالنا أو حتى نزعج حولنا الناس اللي حولنا بسبب العصبية. طب حأسألك سؤال شوي تقني، مع انتشار ألعاب الباتل رويال هالأيام كل شوي منشوف لعبة جديدة عم تنزل، أنت كيف بتشوف مستقبل اللعبة، وهل بتحس إنه اللعبة حتضلها مشهورة مع كل هالألعاب الجديدة اللي عم تنزل؟ ببجي موبايل هي لعبة موبايل، كمنافس للعبة موبايل لببجي موبايل هذا صعب جدا تنزل لعبة تنافسها،
خصوصا انه ببجي موبايل الى 5 سنين طالعه. فانت عم تحكي لما بيجي لعبه جديده بدها تيجي تنافس عم بتكون مبتدئه، فالكواليتي اللي عم بتكون فيها ما عم بتكون نهائيا قريبه من ببجي موبايل. فهذا عم بيخلي لما تنزل لعبه جديده العالم بدها تروح بتشوفها عم بينفروا منها، ما عم بيحبوها. صح. فما في لعبه ممكن تنافس ببجي موبايل بهذا الوقت، وممكن كثير تستمر لعبه ببجي موبايل على عكس الكمبيوتر. الكمبيوتر بتنزل عندك انت العاب بشكل رهيب بشكل دائم، والعالم بتلعبه بتجربها. فمثلا ببجي البي سي تنست هلا، اما ببجي موبايل لحد هلا هي لعبه مسيطره عالميا بالموبايل وعندها جمهور، وبعده ما نقص الجمهور عم بيزيد. هيدا اللي العالم كله مصدومه فيه، انه الجمهور بعده عم بيزيد، لانه العالم كلهم بيحبوا عندهم موبايل. في كثير اشخاص ما عندهم بي سي، حتى انا قبل ما كان عندي بي سي وكان حلمي يكون عندي بي سي، والبي سي غالي، فمش اي حدا فيه يكون يعني يجيب تكلفه البي سي. فاكيد حتستمر لعبه ببجي موبايل، فانا ما بتوقع انها تنتهي بفتره قصيره ابدا. شو هي المقومات يلي بتخلي لاعب الببجي ناجح باللعبه؟ اللي بتخلي اللاعب ببجي موبايل هو ناجح يكون عنده تعاون مع اصدقائه، ما يكون شخص كثير بقلب الجيم عصبي، يكون بيركز باللعب، يكون يفهم تكتيك اللعبه، ويكون عنده اخلاق حلوه بالجيم. لانه اصلا انت في اشخاص ممكن يكون ما هدفهم ابدا يكون يلعبوا بطولات عالميه ويجيبوا جيمز صعبه، في ناس هدفها يفوت يستمتع. هذا الشخص اللي هدفه يفوت يستمتع كيف يكون ناجح؟ بيكون عنده اخلاق حلوه بالجيم، بفوت بيموت بيضحك بيطلع جيم جديد، هذا بالنسبه لي شخص ناجح. اما الشخص الثاني الناجح اللي هو بيلعب بطولات عالميه، هو بده يكون مثل ما قلت لك بده يراقب التكتيكس، بده يراقب كثير اشياء، بده يكون عنده هدوء باللعب، فهيدي كمان بتعطيه نجاح ما يكون بيتوتر. وهل بتحب اي العاب ثانيه غير ببجي؟ اكيد في العاب كثير رافقتني من انا وصغير، مثل جي تي اي، ومثل ريد اليرت، مثل كاونتر سترايك، كلاش اوف كلانز، هو العاب رافقتني من انا وصغير كنت العبها. بس حاليا انا شخص شايف انه ببجي موبايل هي اللعبه اللي عم تجيب لي مشاهدات بالعالم العربي، هي اللعبه اللي عم بتكون تدخل لي مصدر مادي، وهي لعبه انا اصلا حاببها، هي اللعبه الحلوه اللي ضلت معي 4 سنين السابقين وهلا الخامسه. فحرفيا انا حاليا ما عندي العاب ثانيه عم بلعبها غير ببجي موبايل. شو هي النصيحه يلي بتقدمها لاي شخص حابب ياسس قناه له على يوتيوب للعبه ببجي؟ حاليا يوتيوب هو منصة ناجحة، بس في منصة تانية تريندينج مثل تيك توك، هاي المنصة طالعة ترند بشكل كتير عالي. انت حتجيب مشاهد باليوتيوب شيء صعب مقارنة بالمنصات التانية. اذا انت بدك تبلش ابدأ على منصة تانية وجيبها الجمهور على اليوتيوب. وطبعا اليوتيوب بدك تقدم فيه محتوى، انك انت تنزل محتوى على يوتيوب حيجيب مشاهدات، اما ما في محتوى ما رح تجيب مشاهدات، بعكس المنصات التانية ممكن تنزل اي شيء يجيب لك مشاهدات. فابدأ على منصة تانية وجيبوا لنا اليوتيوب، وكمان بدك تعمل محتوى، مش تيجي تقول لي أنا لعيب بنزل جيم بجيب 50 كيل و20 كيل. كل ستريمرية بيعملوا هذا الشيء، أنت بدك تطلع شيء متميز مختلف عن غيرك، بس تكون مختلف رح تنجح، غير هيك ما رح تنجح إلا حتى تكون مختلف. فهيدي نصيحتي، وطبعا بدك تستمر ما بدك تقطع، استمر استمرارية مضبوطة بمحتوى مضبوط وإن شاء الله بتنجح. شكرا زين لك على هالنصيحة الحلوة. خلينا ننتقل هلا للعبة. يلا. شوفي ليك هلا عندي خطة حلوة عشان هيك ننزل ناخذ لنا كم كل. لما كنت بلعب على الكونكر سول سكوت كنت بعملها الخطة. ولي بنزل باخذ سيارة. باخذ سلاح وبضمن السلاح، لأنه أنا بالعادة عم بيكون حظي بشع، بنزل ما بلاقي سلاح بيقتلوني. بنزل باخذ سلاح وسيارة وبش عليهم. كيف؟ إيه. انا مع هالخطه بشجعها. ايوه بدي صار معي UMP. طب شو هو اعلى رقم كسرته بهاللعبه؟ قصدك كلات يعني ولا كيف؟ كلات. شوفي ليك خبرك شيء، انا حدا لعب بطولات عالميه فتره طويله. البطولات العالميه الكلات ما بتجيب، يعني انت اذا بدك تجيب كل تكسر رقم قياسي بالكلات بالبطولات العالميه بتجيبي 10 كلات. تخيل لهالدرجة قديش الموضوع صعب. ما بالجيم العادي الكلاسيك انا جايب وصل 40 كيلو. يا قدامي ناس، واحد لاعب قدامي بشني وسكواد كامل. ايوه حمودي نوخناه. بيصعبوا لحمودي هلا، عم بيعالج حمودي. كلهم فرد مرة بدك تقتلهم. يلا لعيونك تاني.
هذا التنوق كمان صعب الحمودي بالدع. اي عم بدمي لانه في صاحبه لحمودي او حمودي تعالج حمودي. يعني تخيلي عالج صاحبه ومات هو وصاحبه ضل عايش. يا الله شو هالتضحيه. هذا ايه وفاء بس هلا كمان صاحبه حيلحقه يعني. حطيته نار وبشيت حرقته طبعا عندك اي مثلا وماتوا كلهم. برافو برافو قتلتهم كلهم واحد. ايوه خلص بقي واحد. قولي لي شو عايز سؤالك؟ سؤالي كان انه شو هي الامور يلي بتساعد الواحد انه يكون شاطر بهيدي اللعبه؟ يعني هل لازم يلعبها كثير ولا لازم يتبع خطه معينه بباله؟ بدك ما تكوني بتتوتري تلعبي انت مرتاحه كانك عم تلعبي هيك اي شيء كانك عم تشربي مي مثلا. انت بس تشربي مي بتتوتري امبارح عم بخبط بالموت بعيني بس تشربي مي بتتوتر وشي لا ففي عالم بيلعبوا بيصيروا يرجفوا انهم بيلعبوا حرفيا أوه. مثلي يعني اوه غدروني يا هاي غدروني لا لا قتلون يلا متت انا متت متت متتش بعدك شو صار؟ بعدني عايش هجموا علي أربعة عم بيهجموا علي حاول نقتلهم بطريقتنا هذا أول واحد الله معه هذا ثاني واحد بقي ثالث واحد يلا ثالث واحد تعا 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 بقي واحد معي 19 طاقة بس الله يلا ماتوا كلهم بقي واحد خلصنا عليهم كلهم نهاية وخلصوا رصاصاتي على آخر رصاصة ماتوا كلهم أنا طلعت بالديناصور هلا برافو داعس ومفجر سيارات معي ست كلات وضع رواق ست كلات معي الوضع رواق حلو كم كل؟ ستة نايس هلا إذا بنلاقي ناس بنقتلهم في لعب عندي هون بقلب بوشينكي أنا هلا بوشينكي ايوه شفتك 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 يلا طول راسك دمجته شوي الوقت الاول الوقت الثاني اوه عملت لقطه كثير حلوه يا هيا كثير مش شوي شكرا زين على هيدي الجيم الحلوه انا استفدت منك كثير شكرا والله ان شاء الله المره الجايه مش بلك 100 كل خلص هو لا هو يعني انت وحظك فهالمره اتس فاين هارد لك نكست تايم اكيد رح نربحها ان شاء الله انت كمان شكرا على مشاهده برنامج جيمز معي انا هيا محفوظ ومثل العاده ما تنسوا تعملوا لنا فولو على كل السوشيال ميديا وتتابعوا اخر حلقاتنا على قناه ومنصه المشهد ويوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وبشوفكم بالجيم الجاي